قدم برنامج صباحكم النور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان إنجازات نورسات بين الطموحات والتحديات. وقد أجرى البرنامج اتصالات مع كل من الأيكونومس قسطنطين هلسة من كنيسة الأرثوذكس، والأب عماد علامات من كنيسة اللاتين، والأرشمندريت بسام شحاتيت من كنيسة الروم الكاثوليك. وقد دار حوار الحلقة حول محطات إنجازات نورسات خلال العام الماضي، فإلى هناك. أبونا، كيف كان أداء نورسات خلال 2022 وأنت واكبت يعني بعض الأحداث اللي كنا نغطيها خلال هذا العام؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية. بعرف الجهود مرات بتكون كبيرة، ومرات بيكون في بعض الصعوبات، وإحنا كل حياتنا هيك فيها إنجازات ولكن أيضا فيها صعوبات، وهذا إشي طبيعي، جزء من المسيرة. الإشي المهم اللي بحب أحكي إنه نورساتي مش مجموعة أحداث تغطى، هي ناس موجودين في البيوت ما بيقدروا بجوز يشاركوا، ما بيقدروا يكونوا موجودين بالقداديس بالكنائس، بصلهم القربان على بيوتهم، بس هم نقل الخبرة لهم هي مهمة كتير. بضمن هي الرسالة الأولى والأهم، الرسالة الروحية هي الأشخاص اللي مش متواجدين حوالينا، أشخاص اللي مش موجودين في احتفالاتنا، وهم لهم الحق انهم يكونوا مشاركين بطريقة او باخرى. بالاضافة لكل الناس اللي الاردنيين الخارج البلاد اللي هم مغتربين وعمالهم الخبرة الكنسية من خلال الاعلام الكنسي ومن خلال نورسات. الرسالة كثير مهمة، لكن بشدد أكيد إنه الإنجاز الأهم إنه شخص كبير بالعمر قاعد قدام التلفزيون وقاعد بيتبع وبيصلي بقداس يبث عبر النورسات هاي الرسالة الأولى. وهاي رسالة مش قليلة، يعني لما بنحكي عن نور بيدخل ببيته وفي قلبه من خلال هالوسيلة الإعلامية اللي لها كل الاحترام والتقدير. والجهود مباركة، ولكن هذا هو الأساسي، أن ينقل مش بس الخبر مهم أكيد، ولكن الخبرة الروحية تنقل إلى البيوت. هذا الإنجاز الأهم أنا أعتقد، بالإضافة لكثير أكيد من الإنجازات اللي تمت وأنتوا عندكم أكيد التقييم لهذا الإشي، ولكن المراقب خلينا نحكي اللي بيشوف الخبرة الروحية كيف لازم تكون موجودة، في مساهمة مهمة للأشخاص الموجودين من نورسات، للأشخاص الموجودين وعاجزين وقادرين مش قادرين إنهم يكونوا موجودين إن كان بالأحداث أو بالخبرات الروحية اللي عمالها. نعم. قناة نورسات من تأسيسها، من وقت ما تأسست، من وقت ما تم افتتاحها في بيروت أول شيء في لبنان، صحيح، نعم، تابعناها بحذافيرها، لدرجة أنه أنا لأني بحب أدرس الطقوس الكنسية، تعرفت على القداس الماروني من خلال متابعتي لكل قداس كان ينزل على نورسات لبنان. نعم. درست الطقس الماروني وكان إشي جديد علي، يعني كانت تجربة حلوة، مع أني أنا دارس الطقس القبطي. نعم. والطقس السرياني والطقس الكلداني والطقس الأشوري. فأنا عبر نورسات أول شغلة استفدت منها أني تمكنت من دراسة الطقس الماروني، لكونها أيضا الكنيسة المارونية كنيسة قديمة. نورسات شافوا أنه فعلا ضروري أنه يفتتح لها قناة في عمان، وعمان وفي فلسطين كمان، لأنه اكتشفوا مبكرا انه الاردن وفلسطين هي ارض
مقدسة، أرض قدسها الرب يسوع المسيح بتجواله وحركته فيها، بل وإجراء بعض العجائب زي ما صار في المجنونين اللي طلعوا من القبور في منطقة جدارة أم قيس عنا هون. وطبعا ما بدنا نحكي عن الظهور الإلهي على نهر الأردن، واللي ثبت تاريخيا انه صار على ضفاف نهر الأردن، وانه في احداث مقدسه كبيره قبل الظهور الالهي حدثت في المغطس، مثل شفاء نعمان السرياني القادم من دمشق، وصعود ايليا النبي بالمركبه الناريه الى السماء، هذا ثابت انه من الجهه الشرقيه بالكتاب في من داخل الاردن، يعني من جهه المغطس في بلادنا. واكبنا كل هالتطورات هاي اللي صارت تطورات متلاحقه متسارعه ايجابيه على نورسات. بالسنه الماضيه صار احداث كثيره، وعملت نورسات على تغطيه هاي الاحداث وبشكل شامل من كل الكنائس، وأيضا من كنيسة روم الكاثوليك كان في هناك تغطية لعدة فعاليات. إذا كان على مستوى النشاطات الدينية وأيضا الاجتماعية مع الشبيبة مع الأخوية، وهالنشاطات كلها كانت يعني بتغطيها بشكل إيجابي، إذا كان من خلال الفيسبوك أو كمان من الفضائية. وأيضا البرنامج نورسات من الأردن كمان الأسبوعي، هذا برنامج إيجابي إنه كل اللي أحداث اللي بتصير بتختصرها بشكل مختصر بتوصلها لكل العالم. وبنشكركم دكتورة باسمة أبونا جورج وكل العاملين بنورسات، بنقدر هالجهود اللي قمتوا فيها، وبنعرف قديش متعب جدا تغطية حدث. احنا بنشوف الحدث بدقيقة بخمس دقائق، ولكن في وراء هالخمس دقائق اشخاص كتير كان بتعبوا بالتصوير بالاخراج بالمونتاج بالتقديم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا ابونا، وشكرا لكم على كل الجهود اللي بتعملوها. تواصل خلال العام الجديد. شكرا تسلم. شكرا، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لإلك. نحن منحيي كل القائمين على فضائية نورسات، إن كان بالأردن بفلسطين في لبنان، أيضا اللي متعاونين معنا بروحهم المحبة ونفسهم الطويلة علينا أحيانا. طبعا نشكر إدارتهم بالممثلة بالأستاذ جاك اللاسي اللي هو رئيس مجلس إدارة نورسات، على محبته على هالرؤية وهالتواصل المستمر لتحقق نورسات هذا الإنجاز وهذا الصيت يعني، ونشرها نور المسيح وكلمة الله لكل أنحاء العالم. أنا منحيي كل القائمين على نورسات، بحيي فرير نور كمان أيضا اللي هو بروحه ومحبته برؤيته اللي روح الموجودة وجسدت نورسات على أرض الواقع. فحي كل مدراء البرامج، ماري تريز كريدي، جوزفين الغول، ماري تريز حنين، سناء رياشي، كل القائمين. بديش أنا أكيد نسيت يعني، أكيد أنا مش كلهم موجودين أمامي، لكن كلكم اللي بتشتغلوا أيضا من وراء الكواليس اللي العاملين في نورسات. بشكر كمان أبونا جورج شرايح البرنامج معنا مرافق في برنامج صباحكم نور دائما خلال كل يوم ثلاثة دائما متواصلين مع أبونا نبيل حداد ببرنامج عينون على المشرق، برنامج كنيستي اللي بتعمل بتنشر وبتنقل تاريخ الكنائس الموجودة التاريخية الموجودة في الأردن، الطاقم العامل في برنامج كنيستي، وأيضا البرامج المختلفة من لقاءات من مقابلات من تغطيات اللي بيقوموا فيها ميشيل رزق المونتاج، وخلدون هلسة ومنار عماري وريمون حتر، وأيضا فخري أحمد وأنس الصقة، كلهم مين ما ذكرنا كمان، ورند المدني،
معنا في التحرير وسناء اللوح دعمس، وايضا مين في كمان ابونا معنا عاملين بالنورساد، استاذ ابو فارس محمد وشاح في تحرير اللغوي في نشرة الاردن في اسبوع. بحيي كل المتبرعين لفضائية نورسات وايضا متبرعين لمكتب الاردن الموجودين بالاردن. انا بتمنى يعني لهم كل الخير، ودائما العطاء اللي عم بيمدوا لنا اياه في نورسات بمكتب الاردن انه يطرحوا بركة ونعمة بحياتهم بعائلاتهم اضعاف اضعاف ما يقدمون. لكن مثل ما بقولوا الحمل كبير، ولكن الامكانيات بدأت احيانا تتزعزع، لكن دائما احنا عنا امل ورجاء انه هذه الرسالة رسالة سماوية، وكونها رسالة سماوية ستبقى وستستمر ان كان مش من البشر لكن من كان من السماء. فعطائكم محبتكم استمراركم في العطاء في ايضا في رفض نورسات بعطائكم المادي اللي احنا بنحتاجه احيانا، لانه انتاج التلفزيوني مكلف وانتم ادرى بهذا الموضوع. فطبعا نستقبل كل عطائكم محبتكم ولو فلس الارملة لهالفضائية خلال هذه السنة. فوجودكم معنا مخلينا نستمر، محبتكم بتخلينا نستمر ونضلنا نعطي ونأدي.